عزيزي الرجل، كونك رجل لا يتنافى ولا يعني يتعارض مع أنك تكون شخص نظيف. أوكي، موضوع الكشة اللي تحت الأبط هذه ترى مو بموضة، ولا أنك بتسويها ضفاير وجدايل. أوكي، حلك، ترى الموس بون باوند ولا بريال ولا بدرهم whatever، المهم حلك. لأنك لو تجيب مليون ديودرنت من أغلى الأنواع وتحطه وفي شعر تحت باطك بتصنن، فبليز بليز حلك أباطك.